المغربية عنوان أغنيتهم الجديدة جمعتهم وهم 5 أعضاء من جنوب إفريقيا وغينيا وبوركينا فاسو والبنين. جمعتهم هذه الأغنية بالفنانة المغربية جيهان ريكوش. ريبورتاج عبد الله دهنوش، تحرير رحمة الحناوي. بدقة يضعون زينة من قلب إفريقيا ويتوشحون لباسا بألوان المغرب. هم أعضاء مجموعة غنائية يحملون على عاتقهم بعث رسائل الحب والسلامة آخرها عن الصحراء المغربية. قيمة هذه الأغنية تكمن في إظهار الوحدة بيننا، وأنا أريد من خلالها أن أبرز للجنوب إفريقيين وأذكرهم بما فعله الملك الحسن الثاني من أجل جنوب إفريقيا. نحن نحتاج لبعضنا البعض، والمغرب جزء من إفريقيا، وإفريقيا لا تكتمل بدون المغرب. والآن حان وقت أداء الأغنية على رمال شاطئ وزنيقة. نغمات ولوحات راقصة إفريقية وكلمات بالعربية تتغنى بتطور أقاليم الجنوب بحب مدنه وكرم أهله. الأغنية هي ببساطة إهداء لجلالة الملك محمد السادس بالنظر لمجهوداته من أجل توحيد وتطور إفريقيا، ونحن نعلم جميعا الآن أن الصحراء المغربية أصبحت في قلب التطور الاقتصادي على الصعيد الوطني كذلك الجهوي القاري والعالمي. هي أغنية ترسم في ذهن متلقيها صورة واضحة عن جمال وتطور صحراء المغرب. هكذا اختار أعضاء المجموعة تقاسم الود مع أشقائهم المغاربة وتعزيز الوصال وإزالة أي شنآن أو تفرقة بين أبناء القارة السمراء. ويمثل مبدعي هذا العمل في نشرتنا اليوم الفنانة المغربية جيهان ريكوش. الفنانة جيهان ريكوش، مرحبا بك. مرحبا. تحضرين إذا معنا هنا في الاستوديو باللباس الذي ربما أديت به بعضا من مقاطع هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب. حدثين عن هذه الأغنية والتي لازالت في طور الإنجاز. هذه أغنية شرف كبير لي أنني كنت من ضمن الأخوان الأفارقة من جنوب إفريقيا والعديد من الدول الأخرى الإفريقية. فهذه الأغنية امتنان كبير ووفاء للشعب المغربي داخل المغرب وخارجه، وكذلك للفرقة الإفريقية التي يعني كتعبر عن الحب ديالها والوفاء ديالها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وجميع المغاربة والأفارقة من أنحاء العالم. يعني ما زلت تصوروا هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب؟ نعم، ما زال كنصور هذه الأغنية في القريب العاجل غادي نخرجها الإذاعات المغربية داخل المغرب وكذلك بعض الإذاعات الإفريقية خارج المغرب. فهذا عمل مشترك بين الدول الأفريقية عامة. طيب، كما قلتي المجموعة هي من جنسيات مختلفة الفرقة، كيف وقع اختيارهم عليك من بين باقي الفنانين المغاربة لإنجاز هذا العمل؟ تم الاختيار من بين العديد من الفنانين المغاربة. من سنة 2015 درت أغنية على الصحراء المغربية، يعني اتصلوا بيا وقالوا لي واش ممكن أننا نتعامل في أغنية جديدة اللي هي الصحراء المغربية، التعبير عن امتنانهم للصحراء المغربية والمشاركة فيها، والفن كبير ونتوسعوا فيه ونديروا يعني شيء جديد اللي كنعبروا فيه عن الامتنان والحب ديالنا للمغرب، وكذلك يعني ترحبوا بهم حنا في المغرب بلد اللي كيفتخر وتفتح الابواب ديالو لجميع الافارقه من انحاء العالم. فهذا العمل تعبير عن الفن والحب والوفاء للبلد المغربي والبلدان الاخرى الافريقيه بان الصحراء مغربيه. اذا انت كيفاش كانت المساهمه ديالك في هذا العمل؟ مساهمتي في هذا العمل يعني فتحت الباب لهاد الاخوان الافارقه، وكانت المساعده ديالي معهم انني اشتغلنا على هذه الاغنيه
وخدمناها وسجلناها وفكرنا في الكلمات يعني باللغة العربية، كيف يعني ما بين لغتهم واللغة ديالنا العربية باش يوصل الرسالة لجميع المغاربة والأفارقة من أنحاء العالم. الفنانة المغربية جيهان ريكوش، نشكرك جزيل الشكر على الحضور معنا. شكرا ضيفة. كذلك ونشكر طاقم دوزيم لاستقبالنا باش نعبروا على هذه الأغنية اللي هي الصحراء المغربية، وكنشكروا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكنعبروا كذلك كما رسالتهم وما كيعبروا على الوفاء ديالهم والحب ديالهم للوطن. فهم ماشي أجانب، ماشي أفارقة أجانب، بل إخواننا في المغرب ومغاربة قاطنين في المغرب. فشكر جزيل للأفارقة اللي ساهموا في هذه الأغنية واللي أدوا مجهود كبير لتعبيرهم عن هذا الوفاء والحب.